جا الصباح جا الواليد دخل يدوز لابيل وقف العالم. هو هدرتو ولكن راه بيت كلشي العالم. قالوا له الواليد هذا راه ما يوقفش علينا. الواليد هذا باغي يدير لنا شي سيرفيس ما كاينش مالو شنو كاين. قال له الواليد راه بلا كده قالك بلا ما يضرب لنا النوبه في البيت نضربوها بيدينا وكذا وهادي. انا الواد ما صالح لنا، شفنا اللي بغيتي واحد اخر هذا لا. دراري كلشي كيهضر هكا. هو قال لهم لا الوالد. انا قلت له تحمي كملي الحشيش هنا. قال له حبس 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 صافي انت جلس وبلاتي دابا نشوفو هادشي. هو طيحهم من الوقوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فين اخوتي؟ فين العشران؟ كلشي مزيان صافا الحمد لله. كي بقيتيو معانا ياك ما طلعنا لكم في الراس. احنا مزايين على العهد ديالنا يوم ورا يوم. ما عليكم غير الكومنتيرات واللايك. واخا اللايكات ضعف ولكن لي كومنتيرات تبارك الله كيطلبناهم كاينين الحمد لله. وتحنا احنا معاكم يوم ورا يوم. راحنا في نفس هاد الوقت هذا راحنا كنسجلو لكم الكونديرات ديال يوم يوم ورا يوم وكنخليو لكم الكونديرات ديال رمضان كنسجلو في نفس الوقت. يعني دعيولنا بشويش ديال الثبات والصبر وصافي. وجزاكم الله كل خير خوتي. ما تنساوش الباج فيسبوك ديالنا هي اللي كتبان هنا ولا هنا. تابوناو عندنا باج انستغرام ديالنا تما راه كاينين وانتوما كاينين وانتوما. تحياتي ليكم في خاطر الميمة الصبرة ديما. مطلعتلكمش في الراس اخوتي بالرجولة. خليولنا كومنتيرات واش طلعنا لكم في الراس ولا لا. ما عليناش اخوتي ما علينا ما بينا. فين خليناها في لقيناها احنا هكاك وبعض خلو. هاد المنتف اللي دبر علينا فيه باي العجلة اكون دايرة بتقاشرها حبسها خفيف لكن هي كون دايرة بتقاشرها. الله العلي العظيم قلتكم اخوتي البارح شي البلا اللي وقع وفين وصلنا مع كان عشير وكان رفيق والحسابات الخاوية. هي الوافي ما يحافي ولكن عاوتاني بداك البلايص هادوك ما كيمكنلكش تدوز كل شيء. ما يمكنلكش تدوز اي حاجه ضروري كيخصك يعني تهز لاكارت. ما عليناش كوم خونا مهم الى اخره. خونا انفجر وبقى دو 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 في البيت وهنا وكدا وهادي وطراق وميكنا. وقلنا الوافي ما يحافي ولد حومتك قلب بتلت ساعة هبطت للكور. شتو هو هاد الكور نط زلق طلعت بحالي قلت الوافي ما يحافي يعني زلق بحالاتي. كتعرب على المشكل قد ما بعدت السما على الأرض ولكن اللي من حوت راه منها. كم خونا أجل الكروات طلق ضرب عليا قاني جيت لحداش جيت فين كاين الوالد وكدا وهادي. عيط لي مشيت لعندو قاني بحال هكا فين ولد عمتي وكدا. أنا ما نكذبش عليكم منويتش فيه الهضر وما نويتش يدير شي سربيس. انا ولاد الحومة صاحبي وعشران عشران شتو بيعو بجوج وحماقو بجوج وهادي كدا وطلقت بخطأ وعينو مشكل على والو لداخل وناضو بقا كيكجام ويترجم وكدا وما حافيناش خليناه. علاش حنا ولاد السيكتور صافي قلب السات سعود. لكن خونا الحساب اللي طلع اللي حسبناه طلع بشكل وانا بغا فينا الخدمه. جرني لك اللعيبه بالدار هاد الكروه فين كاين جرني جرني تمايا اول كجمه كجمه معايا شنو هي
الشيء على خصايل تدير معايا لأنه خصايل لأنه خصايل عشي اللي تندير معاك أنا. قال لي دابا انت كتصرف عليا حبسك، بدك تتصرف عليا حبسك بدك الضربة بالتفاش. غي ربي منين كيسر حسيت بيدي هشيل بشي لعيبة تنطط منه بحال كنت في الهضب باش تخلي فيه يدين. شبكناها الكربة، شبكناها دخلوا المساجن راك ما عارفين في الوسط المساجن راك عا كتشبك يدخلوا عباد الله في الوسط كذا طراق تيجي الوالد. وقف وقف حبس حبس ما تحبس زيدو قدامي بجبيكو هو ما كمل عطى التفاش من لا بدو بالبلاي شي واحد دنا الوالد الكروه الصغيره واحد الكريوه كتكون في التوبه خاويه ما فيهاش جي مور العشره هي واحد سميتها كريوه صغيره خاويه ما فيها لا شنابر لا والو. شبعتي الخبز ولا شنو؟ وهذا مش معناه خبز ما شي حاجه تما الواد راك شتي بعيني كان كنت واقف حداك راه عيط لي مشيت لعندو زرب عليا خوتي قبل ما نكملو هاد الكونديلا ادخل ضرب شي كومنتيرات واللايكات راني شفت اللايكات هبطو واقيلا خوتي كتكتبو الكومنتيرات بلا لايك يا راكم تما خوتي كبروا بينا الله يكبر بيكم. يلا نكملوا الحلقة ديالنا دابا فاش كنشوف إلا عكس الأمور تما تطلع سفر الرويضة تمايا يهبطونا لتحتها وإلا هبطونا لتحتها محتاجش نقولكم البلان بجبينا في بيت واحد وجبين ولاد الحومة وشابكينها ومع الآخرين لتحتها تبارك الله أنا عندهم عزيز الضربة اللي فيكسات فيا جاية جاية والكارتي ما نعاود لكمش كارتي محرم عليا وانا ما قلت تصطليت في التوبة ما كردو عليا حتى شي واحد ما كدا ما هادي هناني الله منهم غادي شي حي جديد ولا شي لعيبة بحال هكا ونطيح في شي سلالة ديالهم تمايا وما باقي لي حبس حالك زدومة ما عندي حبس هاو غنصدقو. الوالد خدام تيدور فينا وكدا وهادي ودابا الوالد العزيز ديال التوبة عندو واحد السيرفيس في دماغهم تيكونو مطايفات هكا وكدا كاينش تخسار وكدا إلا بقات تيهضر كدا وسكتي وسمعتي له الهضرة وكدا وحنيتي الراس وكدا متنتي ما والو صافي تيفريكم الملامة غي تما ولكن إلا بقى بنادم نقتال ندير قبلو عاين حيد له رجل نعض له ودن كذا تمشي غير تيقول لك راه ندير هادشي لتحت تصيفطكم لتحت وتحت وما يتفاهموا معاكم تما يبطك عندهم يديروا لك عمليه قيصريه على بقيتي كان وقال له معاك نتايا قال له وليت كذا دي انا نرجع صرفت مع غي زوين وجاريتو ودي كنقولو دحومتي وكذا وهو كدا. لأن الوالد سمع نقول لكم جوج هضرات يا تمشيو وما نوليش نسمع حلق شي واحد فيكم يا نرونديكم لتحتا وما توليوش لعندي بجوج بيكم لهنا واش انا نبقى مقابلكم غير نتوما في هاد الحبس انا حنيت راسي قلت له اللي درتيها الوالد اللي بلي درتيها الوالد لبتها دابا انا برومي زند فيا من كل جهه وطريق هو بالنسبه لي اللي راه حنا ولاد الحومه درتي العيب هنا تلقى ليه ما كاينش مشكل انا نخرجوا للسيفيل وشي عايز يصبح على شي وصافي هو شافني درت هكا بقى لي الوالد وصافي الوالد دادي هنايا صافي
منور يشوف شي واحد فيكم عندي هنا. يلا تحركوا تحركنا. من غادي نقول لي لا جاي يوسف من جاي هو مشى. قال لي شنو كاين الواد؟ شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين وشنو كاين؟ ها الحقيقة لا فيريتي شنو فيها؟ راه قلبو دابا راه عامر كيشوف ساعي الخاوي. قلت له راه غير الخاوي الوالد. مشينا بحالنا دخلنا ترقلو داز لابيل صافي. انا نسيت داكشي من بالي صافي. علاش؟ حيت ودحهم تيساس السيفير ونتفاسر فين ما كاين لا صحاب الوقت ولا فيكساج ولا والو. الدماغ ديال داك الساعة السيفير نتفاسر. دابا صافي حنا مهرسين حبسنا. جلست مع راسي كلاسي كدا هادي ديك التعشية اللي حدايا. قال لي شنو تما؟ قلت له صافي الله يهد دايما هانية ما كاينش مشكل. جات غير معاود حومتي ما كاينش مشكل. هذا الراجل اللي قلت لكم في السداسي داك النهار عطاني راسو قايده باش نسقط الراس وكذا وهادي. تهدز المسلسل وكذا وهادي وعيط لي. عند واحد القنيه تما في السداسي عيط لي جاوب كليك شنو؟ قال لي جابت لي حدايا نقص حدايا. قال لي فين شنو تما كذا؟ قال لي ماك انت وعشيرك وكذا. قلت له ما كاين والو غير صافي الشيطان نهار وخلاص بدا شي لعبه نسى وخلي الناس ناسها. قال لي اسمع نقول لك حاجه. قال لي الماي ما وكذا وهادي شوف مرا ود حومتك وكذا وهادي غنصالحوكم وكذا وهادي. راني قبعت هدرت معاه راه تندم معاه الحال راه غير الشيطان راه غير كذا سامحو راه باغي يتصالح معاه كذا وهادي وبقى فيه الحال بزاف. يعني من هنا من اللي داك ما عرفت قلت ما كاينش مشكل عشيري. والله انا مقدر داير بالي شي لعبه نسيت داكشي يعني ما عنديش مشكل. شي في الحبس سيوقع الضربه ديال الدفاش راك ما عارفين هي تخبى في الكسف ماشي زعما شي حاجه محيد اليد هي الدفاش. عيط له جا هو كدا بس لي راسي بحال خايمه وكلي هادي كدا. قلت له ما كاينش مشكل سامحين انا راه ما نكذبش عليكم. داك الساعه حنا نسامح يمكن بان راني حتى لبرا تنكونو عير بيضه على برا ونتفاهمو. بقى جالس حدانا تما داك الرويج مسكين اللي عيط لنا تيبرم ويدور وجالس وبتاع هادي سامحين ما كاين حتى شي لعيبه كدا. طرق الطاق صباح الساعه نقص تحت البليصي بقيت جالس مع الدراري خالقها قولها ضحك عليها من هنا من اللي يمكن والو. خونا سحابلو عند تسامح حسنا تسامحو هاي ولي يرجع للعشرة. صافي سيقت له ست سعود في هاد البيريود هادو. شنو غيوقع خونا اللي كيضرب النوبة هيجي غيعاود لي هاد اللعيبة ديال بنادم عطاه الدفاش كدا هادي طراق طراق في الوقت اللي عاود لي هاد الفيلم راه هاد الدري اللي كيضرب النوبة هو اللي غيورق خونا. قال لي راه كيخرج تيد للزيارة كيخرج تيد للسيفيل راه من تيخرج منهم تيبقى يدور على السيكل الخناشي كيبقى يسرق العيبات وكدا وهادي راه هو اللي كيدي. علاش؟ حيت داك الدري اللي كيضرب النوبة راني عاودت لكم قلت لكم هو كيبوقر والاخر كيتخلص كيدي الخلصه ديال ديالو هو و تيدوخ عليه بداك تيكيفو. وداك خونا مسكين درويش كتو طلع له فراسو باغي غير يصوبنو. علاش؟ حيت الا تصوبن سرق التيل خونا يولي يضرب النوبه ما يبقى يولي يتخلص هو. خونا ورقني شنو كاين وقال لي استغني خايمه وكلي. قلت له هناك الله كيفاش كل هادشي سوقولو؟ قال لي كون خارج للزيارة إذا ما لقيتيش عند تشوبي نص عمري متيد وكذا وهادي. قلت له قول لي الدفاش ديال خونا. قال لي الدفاش ديال خونا وصافي منك الله. اش درت انا؟ قبضت ود حومتي كان في الكور واحد الصباح
عليه قلت له فينك الريتر فيها كذا فين هاي ما اكل وكذا وهذه واحد ما ارسلت له شعار شعار هذا وكذا قلت له بس ما نقولك واحد لا تعرف تحاومسي ولكن اجيني يقود قال لي شنو تما قلت له ديك النار شكون اللي عطاك التفاش انا عارف تحاومسي ما عندوش التفاش شكون اللي عطاك داك التفاش قال لي صافي صاحبي قلب قلت له اسمع لي نقول لك غير قول لي شكون عطاك التفاش راه كاين واحد لانكوت ما عارفوش قال لي غير قول لي شنو كاين قلت له ورق لي واحد نورق لك اصاحبي الله يهديك ايه صيفط له واحد صلت الصابون تايت راه هو غير خصني غير اللي قلنا شنو قال لي سرقت تيت ديك الساعة اسمهم سميت انا كنعيط له دابا سرقت تيت كنتو نتوما عارفينو قال لي سرقت تيت قلت له واعطاك التفاح قال لي داكشي كنت باغي نعرف تايا انا هادي الهضرة اللي وصلتني وما بغيتش نتعدى عليه بغيت نعرف شنو كاين قال لي هو كدا طران من هنا لهادي قلت له صافي قال لي وجا الله مشي تقولها له شي كدا لن والله سيدي في امي لا سمع علاش حنا دراري صافي قلب شنو درت جيت عند الوالد العزيز وقفت له عند راسه فين الوالد شنو قلت له واحد قلت له واحد العميزة قال لي شنو تما قلت له راه فلان راه كيخرج الفيتشات ديال التيل السيفيل كيديرهم في التشوبينات الخاوي و تيدفعهم السيفيل قال لي اه شتي قلت له الوالد الوالد ميكس ها هادي ورا داك اللعيبات لي ساعات ساعات يخرجو تيتشكا مشات لي باكية مشات لي رويضة الفرماج مشات لي كاشيرة مشات لي كدا قلت له راه كلشي عندو في الساك هو لا قلت له غدا راه خارج للزيارة مين يكون خارج دير خدمتك دابا نشوفو هادشي لا غد لي جاتو الوراقة الزيارة و تيخرج بالعشية ترعو كدا و غادي طرق واحد الساعة جاتو الوراقة الزيارة شنو درت انا عيط لك ود حومتي فين لا جوق في حدايا جي دار الباب الكريات السبعة الحيط اللي اون فاس مع الوالد وخونا خارج وواقفين خونا هز تشوبين هاد الميكل فيها تشوبين هاد الخاوي مسربك وصل حدا الوالد قال له الوالد قال له فين غادي قال له الزيارة قال له شنو داكشي في داك ميكا قال له غير الخاوي الوالد قال له راه نشوف قال له داك ميكا راه داك تشوبينات ابلان بالفيتشات ديال التيت بكي الخنيشات ديال التيت بغي ندير لك 3 دراهم ولا غادي بلان قالو فين داير هادشي زيت ميكا بالغلط الواد ماشي ميكتي هادي قالو سير للزيارة خلي داك الميكا ديال التيت خلاها حداه الاخر دار فيا اللي قلت له غير البد البد قلت له مازال دير الضربه اللوزه الثانيه هي جايه قلت له انا نوري له دخل من الزياره خونا غير دخل من الزياره الواد قال له جيتي قال له زيد حدايا زاد حدا من التي ده حق الواد مش هادي راهي ماشي ميكتي هادي ميكا كانت معلقة كدا ما شكون هادي ما هدرش معاه خلاه تا دخل العالم من الدور دخل الواد باش يدوس لابيل في السبعة ويقول له فين ما حوايجك انت قال له ابليس يقول له حوايج ما قال له الصاك ديالك قال له هادي يقول له جبد داك الصاك واحد الصاك قال له جبد داك الصاك جبدو قال له ترعو ترعو قال له خوي داك الشي هو داك الشيء في الأرض قال له هادشي ديالك قال له هادشي رزق الوالد قال له شكون اللي بانت له شي حاجة ديالو هنايا الوالد داك الكاشيرة ديالي او داك الرويض البرماج ديالي بانو الضواحي بنت يدك تقول لا راه داك بيمو اللي جابت لي امي او داك الكشر اللي جابت لي امي رزقع جمع حوايجك
الزرولو كده هادي طلع رجل برا، روم طاح لهم لتحت بحوايجو بكل شيء، قال لهم هذا هو هذا هذا واحد ياولو اشنو حصلناه كي خرجتي للسيفيل وتاي سيسرق عباد الله، هذا راه كنا موقفينه في البيت يحدى عباد الله ساعة هو اللي خصو يتحدى، ها هو تفاهموا معاه ما توليوش تردوا عليه التوبة، ما شنو داروا معاه واش ضربوه ولا ما ضربوش ولا الله اعلم، صيفطوا الحي الجديد فلترقد روحك في سلام. بقى داود لميمة دار فيا ولد حومتي، ها بقيت كنضحك انا في البيت كنت تسافر الناس دار فيا بحال هكا، قال لي احباس اخايبه وكلي، قلت له انا وريت نوريش كده، قلت له واش شي دابا قريتي من هادي، قال لي قريت اخاي، قلت له دابا نقول لك الله يسامح من القلب، وانت ارجع يعني انت معانا في العشرة ما عندوسكش، من بعد نقول لك هضرت قد تصنت لي واللي رغوة الصابونة انا زلقتو فيها، المشكلة فين كاين في كل يوقف جوا يبقى كيدير ها 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 تيشوف شكون اللي عيوقف، لان خصو يشوف اللي عيوقف خصو يشوف شي واحد اللي ما كايسرقش ما كداش، ولكن في نفس الوقت كيكون كيبوقر باش يبوقر له، تيدير ها 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 واحد الدراري قال له وقف نتايا، وقف داك الدراري هاي خرج الوالد لقى القرية كدا مشى، قالنا اسمع اخوتي ما تسمع اخبار الخير اسمع على ربي، شنو تما قالك هاد السربيس كامل اللي عشيو مع دخونا حيد بالك، انا عندي سيستم جديد تبارك الله على عمي لابليكاسيون رانا نسمع، بنادم يدور لك جام غير بشوية، بنادم يفيق في التمنية يتلتس، بنادم ميكمليش الحشيش في البيت، زيد اخاي الديسيبلين، بنادم يجيب الفيتشة ديال التيت ويجيب معاه شي جوج خنيشات تصاني كروا داك الصغار الواحد، وبقى علينا بالدساتير ديالو، دابا المساجد كلشي كيشوف فيه هو خدام تيهلل، إلا كالجماعة ديال بنادم ما يكميش الحشيش في البيت راه كلشي يدي على فرديه كيتسناو تيساري، ما يكميش الحشيش في البيت تكون معانا خدام بالكسوة يعطيوك الكسوة والقراض عاد ما نكميوش حداك الحشيش، ما مسجون بحالنا ما تقولناش ما نكميوش الحشيش، مشى لداك الدريري اللي كيضرب النوبة قال له انت فلان، قال له شنو قال له واش تضرب النوبة لشي واحد اللي فيه النوبة ينوض يضرب نوبته بيديه، اي 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 يا عمي الديسيبلين، بقينا شي كيشوف شي بداك البيت عارف بحال اللي كانوا عندنا الظالمين جاونا الكافرين، لو كان عندنا الكافرين جاونا الظالمين بحال هكاك، الدراري مسكين ما عندوش و تيبوق راه في داك النوبة وعيلي، وحنا الدراري في البيت كلشي مكيبغيش يضرب النوبة كلشي تيخلص داك الأمن داك البركة، ضالي كتجيك النوبة ديالك تخلص داك البركة، وكيني هكاوا والجام دورو غير بشوية ودخل للبيت من القرية لبلاصتك بلاصتك تمشي للطواليت الطواليت بلاصتك اش تسالا في البيت شي من هنا من لا ده ساتر حطنا، شنو تخيل راسو تخيل بحال اللي نجح في الانتخابات وقاس خدمتي رئيس الحكومة خدمتي حط في الدساتير البيت، الدراري شي كيشوف شي فباش نبقاو مزيانين اخوتي من هنا، انا من ديبار نقول لكم السيرفيس كي داير باش في لفان ما نتسماش انا اللي قبيح،
ما عرفتي شنو كاين. ناضوا واحد جوج رجال قالوا له اخاي فلان، هاد الشي اللي قلتي راه ما فيه عيب، بل ما يجيب فيتشا ديال التيت يجيب معاه جوج صيني كروه مزيانه نقال البيت هذا. بنادم يجلس غير بليصو هكا يدور لك جمع جيرانه بشويه، سطا مزيانه العود مزيان باش البيت يتكالما ما كاينش ما يبقاش يزطم كدا، ما كاينش مشكل. ولكن الدري مسكين تيضرب النوبه على الدراري وكدا، وهادي كيبوق على راسو كيرتحهم هما، هادي راه ما كاينه حتى في حبس باش ما يضربش النوبه واحد في البيت. والدراري ما يكميوش الجوانات قالوا له راه ما يمكنش، ما يقولوش بلا في الحبس وتزيدوا حبس واحد اخر، قالوا راه ما كايناش هادي، هما كيرقلوا علينا وكيخليونا نديروا اللي بغينا. قال لهم لا خوتي انا دو السربس اللي عندي، الحاجه اللي هي ممنوعه راه ممنوعه. قالوا اش كتخرجوا تكميو الجوانات حداهم في الكروه؟ من تخرج تكمي نشوف كتكمي الجوان حداهم في الكروه، اجي تكميه في البيت. داك الدراري مخضريتها مو طايبين، قال له شوف عشيري واجلس بحالاتك، وهاد الليله ها هو غير خونا بوحديتو اللي واقف بوحدو، وجلس بحالاتك ما توقفش يعني، وغدا قول له هاد الهضره هادي وحنا غنقولوا له هضرتنا، وخليه يشوف شي واحد اخر يوقفو. قال له اخويا كيش عاد دايرو؟ قال له اخويا انا راني هنا واقف، وهاد الليله راه السيرفيس اللي تنقول لكم ولا غيطبق، وغدا خرجوا عنده قولوا له هاد الشيء هذا، ولا قال لي نجلس نجلس. داروا فيه الدراري بحال هكا، قالوا له اه قلت عيب. جلسوا الدراري برموا الجوانات ما شعلوا الجوانات، هو قال له ماشي شي دابا هاد الله قدر شنو هو. قال له واحد من حدا القريه قال له دق لا خويا عليهم يجيو. قلت صافي دابا هنا شي عيب بدا يتحن مع شي اللي في القريه، قال له اجي خويا دق عليهم انت راه يديك كتحرقني. جا كيعيط الموظف ديال البيت السيف انا شد معانا، ثم جا داك الموظف شنو كاين هنا؟ قال له انا راه شنو تيكميو لي الجوانات هنا. قال له شكون هادو؟ قال له خو هادوك راه هما. قال له زيدو نتوما لهنا فين هما الجوانات؟ قال له كمينة عبرنا واحد الجوان كمينة. قال له دابا شنو كاين؟ قال له السيد هذا راه عاد وقفوا دابا عاد السي فلان، وجا بقى كيحط لنا الدساتير ديالو هنايا. قلنا له ودي هاد الشي اللي كتقول راه ما كاينش في الحبس، ما عجبوش الحال، هذا بغى يدير لنا شي حاجه في الحبس هي ما كايناش. قلت له قال له اخويا اش عاد ديروا؟ سير اخويا تصبح ويجي اخويا شاف الكارطه ديالكم يفك معاكم اموركم. خوتي قبل ما نكملوا هذه الكونديله ادخل ضرب شي كومنتيرات واللايكات، راني شفت اللايكات هبطوا واقيلا خوتي كتكتبوا الكومنتيرات بلا لايك. يا راكم تما خوتي كبروا بينا الله يكبر بكم. يلا نكملوا الحلقه ديالنا. جا الصباح جا الوالد دخل يدوز لابيل وقف العالم، هو هدرتو ولكن راه بيت كلشي العالم. قالوا له الوالد هذا راه ما يوقفش علينا، الوالد هذا راه باغي يدير لنا شي سيرفيس ما كاينش، مالو شنو كاين؟ قال له الوالد راه بلا ما قال لك بلا ما يضرب لنا النوبه في البيت نضربوها بيدينا وكذا، وهادي راه الوالد ما صالح لنا، شفنا اللي بغيتي واحد اخر هذا لا. الدراري كلشي كيهضر هكا، هو قال لهم لا الوالد انا قلت له تحب يكملي الحشيش هنا. قال له حبس 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 صافي انت جلس وبلاتي دابا نشوف واش هو طيحهم من الوقوف. مشى يكمل لابيل ديال الواليد كدا، هادي طرق طرق ترعو القريات. جبت انا داك اللعيبه اللي عندي مدكك لك ورقه د العشرين، قلت لهم جبت له شد الورقه د العشرين، قال لي هي شدها سير عند الواليد وصلو يديه مشاو كدا، وهادي وراك تما شوف يسير وانا نفرش له. مشى مشى قطع اللعيبات في يديك كدا زاد بحالاتهم، دوز انا شي شوشيت عند الوالد
الوالد كذا وهادي. قال الوالد ذاك الدريري قلت له تحاول تمسك وقع معاه مشكل ذاك النهار كذا وهادي. قال لي مالو؟ قلت له هذاك التيرام سيربس وكذا وهادي وكذا طرق راه يعني صالح في البيت وكذا وهادي، يعرفوا كل شيء، تعرف كل شيء في البيت وكذا وهادي، طلع من هنا وتفاهم مع الدراري كذا وطلق. بحكم انا زعما راه داب الثانويه نفرش له الطريق، فهمني. قال لي دابا نشوف. جات لابيل، جات لابيل ديال 11 ونص، دخل البيت لابيل، طلق 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 طلق، تعرف داك فتحهم تي بحال هكا. قال له الزيف في السيناف؟ قال له لا باقي. قال له باقي الوالد؟ قال له انت؟ قال الاخر؟ قال له هذا هو معك. يلا عاوتاني في العشية عاوتاني يجيو يتشكاو يقولوا شي حاجة. هنا غير سد الواد مشى قال لهم سمعوا لابيل، ما تسمعوا اخبار الخير، ها خونا يضرب لكم النوبة، انتم مع سكوب هضروا تهاودوا غنيو شطحوا خذوا راحتكم، كميو الجوالات وكيفونا معاكم. بقى كيضحك، كلشي بقى كيضحك. صافي خونا وقف، خونا وقف هز بلاصتو، يدخل واحد التريلي للقنص، هز بلاصتو طلع لتاني قنص، بقى جيتنا حنا، بقيت انا وخونا تمايا. طلعت الآن الأمور غادية مزيانة، أنا بقيت في داك البليصة ديالي، البليصة ديالي كتلت تسطوار، غير ورقة العشرين. خونا دوز واحد 3 أيام ولا 4 أيام ولا لا الفوق بليصو، مبقاش تاني كيجي لحدانا حنا وكدا كاع طاق طاق، كيخصي يهضر معانا تا بزاف، يجلس ولا كياكل مع الدراري الفوق، كيف مع الدراري الفوق، انا ما على بالناس. صافي سير عيش، خد راحتك، انا اصلا مبقى ليش يمشي بحالي، خد راحتك. ولا كينوض يفيق عباد الله لابي، اش كيدير اخوتي؟ يلا اصحابنا تقع تلت، يلا اخونا تقع جمع بلاصتك، يلا ماوكلي، يلا جمع اخويا بلاصتك. لا فما عيط لابيل في الصباح، عيط لجميع البلاصه كيسميني. فما ولا غير كيسميني انا الشريف، دايرك الاداره توقف عليا انا ياك اجدي ملاد خونا هذا عشق والله، خونا بحال اللي وقف عليا انا. الشريف راه انا اللي بينت القالب، انا اللي مهدت لك الطريق، انا اللي عطيتك باش تريق الامور معاه. لكن ذكر في الصباح، الله صاحبنا، الله خوتنا، تكاع جمع داك البليصه، الله ماكلي يا كاخاي. انا كان نوض كنجمع راسك نقول له يا اب صحتك، عطاتك لي يا ما خاي الهندي وتنطلب البلاصه. شنو وليت تندير له؟ انا نوقع عليه حبس تاجي نوريك، تدير معاك السبيس اللي واقفين ساعي. كنخبح كي نضحك هكا تيقول لهم الله اصحابنا، الله اخوتنا، الله الله عنده شي سندال فلاكر يجمع نسيقو، تنقولو برافو ليلك، هكا يكون الشيفان ديال بصح. ملي تيقول لعبد الله في الصباح الله اخوتنا تقعد لابيل، تنفيق من الناس تنقولو لا والله الا خدمتها هي بالله، تنطلع على في الطبيعة يدير شي حركة تنقولو مؤيد داود حومتي، يلا إلا مؤيد راك جيب العز. هنا وي واحد العشية نحضر القرية واقف، وقال لي جا قال لي ما تقلبش عليا ما وكلم داك الملاح ملاح صاحبي. قال لي صاحبي ما كنديرش القطة كتطلع عليا الطبيعة، قلت له انت ما مركتيش، انا جاب طلعت عطيك الوريق هاد العشية تمشي تفرش، ومشيت وفرشت لك ودهنت لك، انت وقف وانت نهار وقفتي بقيتي كتنط تلت بسميتي. يا لا صاحبي انا تنعيط لك ود عامسي وكدا، قلت له خلينا ما الشغل هذا صاحبي. ولا صرفتي معايا صاحبي انت مريض بالحبس؟ قلت له انا الله يهديك يا صاحبي،
الله يهديك اخونا، انا على الشيطان اخونا. غضب اخونا، غضب ما عجبوش الحال، لكن ما درت شي حركة، وانا وعشيرنا الاخر قاعدين بليستنا وهي تنشوفو نكركرو، ايه تنشوفو تنكركرو. انا كنلابق اللي درت لك ابن عمي باش انت توقف، لكن بغيت ندير داك القلب براسي، كان درتو لراسي. انا اللي زيدتك، انا اللي ايدتك، زيدتك وبين فرشت لك وعطيتك سير عاود له اللعيبة، مشيت وفرشت لك وكدا. انت كتصبح عليا الصبح نظامها وكلي، عاد نوريك نظامها وكلي كي داير. انا كنعاود لها الميمه، كيجيب واحد الباجدة، يجيب لنا شي واحد ما عرفش ناصب على الاقل خدام في داك القرد، ما نعرف سميتو، داك الشي ديال الكريديات، ونصب على لاجونس اللي فيها. جابوه دراعي، واش عارف ذوك اللي تيكونوا خدامين في هاد الوظائف وتينصبوا كدا، دراعي. جابوه جابوه خونا مسكين من 10 من الحبس، جابوه هاد خونا مع الباجدة، وهاد خوتنا هادو بحال اللي كيكونوا جايبينهم هكا على الناس وكدا، اختلاس شاكات كدا. هاد اللعيبات هادو تيكونوا وجوه الخير، ضربنا مع شي ناس بحال هكا تيكونوا وجوه الخير، وتيكون بنادم مسكين سوكيوت في السيفيل، منين تيجي المؤسسة تيجي واخد داك القيطة في دماغو ديال الحابس كدا، راه مع كيدخل تيبان له الردم وغير القماقم اللي مضروبها اللي مقسومها اللي مفروحها اللي مقرع اللي واشم وكلش اللي مطبز اللي قصير اللي طويل وكل شي حلقاتهم تيقلعو، مسكين تيدخل تيبقى يقول واه ابي ماشين جرانا فين جايبني 16 الاخر هذا الرجال عمي عندك ما دير، تيبقى مسكين تيقلب غير على السلامات ابو البنات فين كاي، يعني يشري بليصه يشري يتعامل مع المساجان، يعطي له هذا بكيه يعطي له هذا كدا، الصغي فوقاش حتى كيضرب واحد 3 شهور شهرين كدا تينفض الغبره، عاد تيبقى يبان لك تا هو تيقول لك العفو من الحبس، الحبس غا حيطو قرية، فهمني حتى كيعاق، لكن قبل ما يعاق تيدوس في ان دككناك خونا. ما فهمش هو واحد القالب بان راه منين كيجيب لك شاف كارتي داك البياسه للبيت راه تيرد معاك البال في الاول، ما تيقنيش هو على المساجن اللي غيتعاشروا معاه ولا اللي هادي ولا لا لا، ما تيقنيش على هادو، تيقني على اللي واقفين شنو كاين بلا الوا ديالها. انا نفسر لك، انا نفسر لك ابن عمي، بحال دابا انا في داك الوضعيه، هيجي داك بنادم كدا انشمش له الريحه وجه خير كدا، طرق طرق عم غير نبقر له ندير له شي بليصه، غنشد منه بحال هكا شي 500 وريقات البشرين زرقاء وثلاثة الوريقات للوالد، باش كنكون ديما محمي خونا. خبري شنو دار من جابو بجاد خونا وشمش ملو الريحة كدا ما كدا، مع خونا ضرب واحد الليلة في اللاكار وكدا وطرق بقاطق خونا، شدو قجمو واه يشاورو السخت، نتوما غير يشاورو يشاورو، نقولك شنو دير، شدو قجمو قال له كدا ما كدا، هادي يا ربي خونا خرج للزيارة، خونا خرج للزيارة دخل حامل ومحمل، خونا شاف خونا داخل بديك الميكات والخيرات وكدا، وهادي قال ابو ويلي على بياسة مليوحة في لاكار الرزق ويلي، بينا صاحبنا ياك لاباس، عاد كيبان له داك الهدا ديالك لاباس، داك الهدا ديال خونا ياك لاباس على الجايبين كدا، هادي طلع طلع قص بيه حالتك لفوق، شد الاخر طلع مسكين جلس لفوق كدا، هادي مع بيت في لاكار وكذا، وهادي والتران ساعة ساعة تيدوز، شدو دار له داك الكجام ديال في اللاكار كدا ما كدا، هادي طراق سباقات فاق بليصة كدا رقم الله
خونا مسكين سمع البليصة وهادي وكذا وطراق وانت معانا فهمتيني وتاكل معانا وكذا وهادي تجلس معانا اللي كان لك لينا تاكلوا معانا وكذا تجيب معانا وجالس وكذا ومؤياد وما تضرب لا نوبه لا حتى شي لعبه. خونا تحل تفسخ خونا شنو دار؟ قال له الاخر خونا تعطيني 600 درهم. خونا جايب معاه 3 ديال الدروسه حمر مربورو وجوج ديال الدروسه خضر، عطاه جوج دروسه حمر وترس خضر فهمني. جا الاخر شنو دار؟ بقى له واحد جوج دروسه خضر وترس حمر، هز بكيه حمرا من داك الترس وقال له هاد العباس خليهم لي عندك اللي يديو له كدا وهادي، وداك الخيرات بقى كيحط لهم في القرا وحداهم تما هو داك الملاعب اللي معاه. والواليد راه داز بحداه بنادم الزياره مجملو الميكا فيها بالاحمر كيشرشر بالخضر تيترش راه باغي كيشوف شنو كاين ولكن كيتسنى. ايه يا خوتنا صيفط لك على بابا دلهاش نبرو تمشي على السبعانو خونا وقعاهم كدا طلق سبقاطا وبقاو عاطينها المجوانات. الوالد ما يقولوش اجي شنو هذا ولا كدا، لا الوالد لا بدا يتسنى بلاتي ضرب شي 4 ايام بحال هكاك خونا معاهم، شي 4 ايام بحال هو معاهم. خونا قال له شي تريز دو ماركيز خونا مخلي عنده جوج دروسه والبكي وداك الترس الحمر سيتي منه. قال له راه حقا ما حقا شي لعيبه غنشريوها وكدا وهادي. اه قال له غنشريو غناي نسفتو على غناي وكدا وهادي وطلقاطا وراح نريقلنا بها الامور. يخرج بنادم يعطيني كدا، يخرج بنادم يعطيني كدا. خونا سمر ودابا خونا ديجا جاو معاه شي باش دا عارفينو علاش جاي، وكانوا بيناتهم في الولايه تيتكيفوا بيناتهم وفي الضيافه معاشرين وكدا. وما اللي جاو لعندو قالوا له تسلفنا وكدا وادي على منزوره وكدا وادي وخجا باش يعطيهم الترس ما لقاش. السمره الاخر كجموه وتكجم له النوبه الاولى، ولكن خونا منين رجع عند خوتنا قال لهم راه شنو 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 خونا ما تين ما تعرفش يكذب ولا يزوق. قال لهم اللي كاين، قالوا له يا الشريف هذا خونا راه نصب عليك. قال لهم كيفاش؟ قال لهم كنهضر معاك خونا راه نصب عليك اصاحبي، هذا لك هذا القلب هذا رد لك رزقك. خونا ولا رجع عند بنادم قال له اخويا غير شوف كي دير وكذا وادي تجيب لي ديك اللعيبه ترني عطل عليهم. منين قصح مع هذاك الاخويا نعطي عليه ولا الاخر تسيف عليه قال له صاحبي انا معاملين كل بلاصه وهادي وكدا والطراق وانت هادي كدا. خونا ناض نيشان مشى عند الوالد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام. قال له الرجل الزين شنو واقع شنو واقع؟ خليت قال له راني خليت جوج دروسه عنده وهو راه تصرف فيهم ولا كدا باش يعطيني ديالي. ومني مشيت لعندو قال لي انا تعاملت مع خطيتك البلاصه وكذا. قال لنا البلاصه راني شريتها. قال له ريتي البلاصه بلاصه بحال كتباع شحال شحال عطيتي؟ قال له راه عطيتو جوج دروس حمر وترس خضر. يا جدي يا جدي تقريبا 75 ولا 70 ألف فرنك في ذاك الوقت هاديك. تخيلوا معايا الوالد جالس تما على الكريسي وتشد انت تدوز عليه الدكاكة ديال 700 درهم ولا 750. لا احنا غير 700 دوز عليه انت دكاكة 700 هاي راه شي 750. قال له كيفاش؟ قال له شنو شنو باش جاوبه هو؟ قال له تسال سار. قال له واش الحبس فيه البلاصه كتباع؟ زيد زيد قدامي انا وياه دخل البيت اخر غيوقف. قال له اجي انت؟ قال له قالوش البلاصه في الاول. قال له هذا مخلي عندك شي جوج دروس تقرو. لقيت راني حاضر عليه انا في البيت ومن الساعه ديالي انا داك النهار ما خرجتش من البيت. قال خرج من البيت بحال ولي يقول لك انا اللي مكورد عليه.
مانا، انا ما تهضر مانا، تهضر معي بالعبار. عايش للدار. قال له الواد مخلاه ما عندي، ورحنا غير كدا هادي، ورا قلنا له غير هو ما عقلش حقه وكدا، ورا نخرج الزيارة وفلان غيخرج وغنعطيوه وكدا. قال له هو ضرب خونا الدريري داك اللي جايبينو عند الحتوش. قال له فين كتنعس انت؟ عارف كي داير؟ قال له كنعس رافعين. قال له عاد جا شد بلاصة، شدو اللي قبل منه. قال له لا، حق الوالد راه بنادم عنده البلاصة عطاها له، هبط هو في عوطو اللاقا. قال له ارى لي هذا اللي عطاه البلاصة في عوطو اللاقا. بقى كيتمتم كيتمتم. قال له انت هاد البلاصة دي ما من شريتيها؟ هنا قال له ما عنده هذا. قال له شحال عطيتيه؟ قال له عطيتيه جوج حوامر وحدة واحد خضر. دار فيها. قال له زيد كتاب خونا مع هو صفر ودنيه بواحد تم اللي ولاو حمر ودهم تركت له شغيف ودنيه. قال لك مشى معاه. شنو دار معاه على برا؟ الله اعلم. هنا في البيت قلت ترى داك خونا، قلت له شوف سير اخاي صافي، دابا اللي عطا الله عطاه وكدا، وهادي وانت البلاصه راك ما عاد تزولش منها، غاتبقى في البليصه ما يحيدوكش منها وكدا، اللي عطاه الله عطاه وهادي وكدا، وسير سمح له باش يبقى معاك في البيت، باش حيت الا سمحتي له يبقى معاك في البيت راه يعطيك جوج تلوسة ديالك، الا ما سمحتي له شوف يكساوه، والله ما كاينش شي واحد كيتشي يكساوه يرد لك رزقك، العبس كون هاني هيمشي فين ما تمشي تقلب عليه يقول لك مازال ما خرجش للزيارة. القوة الباينة كيكون شحال واحد كيدير شي وحدين، والله العلي العظيم فيهم هاد البلية ملي كان الحبس شي حاجة مترش كان كيتفيكس بنادم مقداش كيدير، كيجي للبيت كيبقى كريدي من عند هذا، كريدي من عند هذا، كريدي من عند هذا، الكريدي من الكروة وكذا، وتا كيخنزها كريديات. انا نخرج انا نخرج كيدير لهم تيطمع تيكريم كيقولوا بحال هكا عطيني شي جو شي جوج بكيات نعطيهم بثلاثة، كيكريديه بنادم جوج بثلاثة كيكريديه. كاين في العام مزيان كريديات قبل الزيارة كدا طراق باقتي تيخرج لبرا تيفيكسيوه تيلوحو الكارطي ضاربة في عوا في ما مشى في مرقد ما عندوش مشكل، تيمشي كيبقاو تابعينو صحاب الكريدي في الحبس الموظفة دبر راسك سرقوكي هما كريد الكريدي ما كيقولك ما تسلفش، يعني تقول لك سلفت واحد ما عطينش رزقي تيقولك عندك البنكة هنا الحبس ماشي الكريدي، ما تسلفش دبر راسك ما يعقلوش عليك ما يمشيش عندهم ما يعقلوش عليك، ومن كيبقاو قانين عليك ما يمشيو عندك يقولوا ما خرجت للزياره تنزور مازال ما زرتش، جيت حقا واحد اختي ضربها الطوبيس ما جاوش لعندي، قابط جوج على امي ما جاوش لعندي. ستوري هاد الحبس. المهم خونا تبعو كدا ومشى واحد الدريري الاخر اللي وقف تا هو ودا داك خونا بقاو تيرغبو عليه، طيحوهم للوقوف وما في كساوش خلاو عندنا في البيت، طيحوهم للوقوف هنا يطيح من الوقوف، وقف واحد الدريري واحد اخر بدا كي صافي بقى في البيت مكمش هكذا، بقى كي تيجي تيشمشم مع جيتنا ما بقى لا كيكيفو هذا حيت كتكون واقف هذا كيكيفو قاعد يلعب مريت ثلاثه ديما مبوقه ما واقفش ما كاينش كاينش اللي يعقل عليك، بس يضرب جيتنا انا وصاحبنا انا ولعنا العشير شادين طريق ديال العشيره مع عشرين مع راسنا وباللي قسم الله، نقول لا عاوتاني تيشمشم مع جيتنا ياك اختي الدوري والدردري كانوا نود نود ديتهم الليود نولو جلود عاده كاملود، لا اسمح لي لا اسمح لي اديو فهمني عطيتو بالدار، عطيتو بالدار تسوقتلوش. عاد الصباح عندي قالي شي جبكيات تنخرج نزار، عندي بكيات كازا هي اللي عندي، كازا راه هي البيت كوين دالحبس مشلف، عندي بكيات كازا هي اللي عندي كرلتها ما
ما عجبوش الحال، ما يعجبكش الحال، ما يعجبكش الحال، شو درتي معايا النهار الاول وميكس عليك وليتي جيتي حنينا فيك نكاجي ندوزوكش النهار الوقوف. انا اللي وقفت معاك، انا عطيتك اللعيبه، نطيحتك بان فراسك، انا مشيت فرشت لك، هي وقفتي بديتي تردك صدرك عليا، انا ديرك تصاور محروقه حداي، انا اللي ود حومتك، وانا ميك عاد تنقول خلي ود حومتي يجيو، بديتي تقول عباد الله تلتو بلاصتكم، بديتي تسميني انا الاول، بديتي كتبوقر معايا مريت لا جوين هنا كدا هادي ضروبي كدا شوار بالله، بقيتش كتهضر معانا تلا هضره، لعبتي فيها شاف شومبري، انت غير كارت شومبري لعبتي فيها شاف شومبري ديال التسعينات كاع، يا ابني عركت يا حمار، فين اخي جاوك لي يا بالله على كليت يا ابن عمي، قلت هذاك الدري اللي معاك اسمع نقول لك، قلت له طبط السكر الى قال له ما كايناش، ولا صيفطو لعندي ترى النوبة الأولى الثانية نقول له فرا، نقول له عشيري واش انت رزقك ياكلو البراني، وحنا منين تحنس عاد تجي مع جنبنا، ميك عليا هنا ما هو ديجا ملي كان واقف كان فيه شويج كيصرف شي شويج العياقة، تاع عشرة ما قبلت عليه كل شي تيني يخلو، يا كارت شومبري ولا كيلو حت، والله الا كيلو حت شوبينا في لاكار كيتسنى الصوبة، ايه ودي يا قاعد شامري يا ودي، ايه ودي يا المزقلدي، يا دخل هاد الابطال والكمال هاد الكوتار، اسمك غير اجي وعيش في الحبس، عمو جاوك لي انا ود عشرتي الحمد لله عم بقوي ميلا من هنا ومن لي وكذا وكذا، ومسربس قروي على دماغي وما نعطلش، وجيب لي ويد 4000 نسربسات، جيب لي 10000 نسربسات، جيب لي 6000 نسربسات، داكشي اللي كتب الله تنسربسات خوتي، قبل ما نكملوا هاد الكونديله ادخل ضرب شي كومنتيرات واللايكات، راني شفت اللايكات هبطوا، واقيلا خوتي كتكتبوا الكومنتيرات بلا لايك يا راكم تما خوتي، كبروا بينا الله يكبر بكم، يلا نكملوا الحلقه ديالنا، مي مليكه جابت لي واحد السناديله وواحد الكومبلي في شورت وشورت باش نخرج لاكلاس، انا ما وريتهم حتى واحد، دويتهم خليتهم في السويق ميكا، خليتهم في السويق تنصبح لابسهم صباح لاكلاس، برحنا في السيمانة التالية صافي هنا كاير له وطال عليه في القناد راسي، وكنتسنى غير بيفك على خير وبخير، نتسنى غير بي يفك على خير وبخير، انا صافي وصلنا للخز الدمار طلع لي فرنسي، وسبحانك يا جليل والله العلي العظيم، عشراني اللي كان طيح معاهم في المنتف لو دعومتي انا وياه في البيت ما كنجيبوش، ودايما لانكويت وانا والبراني عكس، انا والبراني ديما مفوهين مع راسنا، البراني ما تعلقاش مع حس المشكل، قليل شي وحدين هكا ولاد الحومه ما كانوش معايا في البيت، قلالين هكا ولاد السيكتور كده كانوا معايا في الكروه ولا كده، هذه كتكون بيها هذاك المعامله، واش اللعيبة يصيفط عليها باش اللعيبة نصيفط عليها هكاك شبك نوفي خير مزيان ما كاينش المشكل، ما بعد اللي كان طيح معاهم في البيت يا اما كيدخلوا بواجدة تنتعاملوا معاهم، تيرجعنا لك يرجعنا لك شي بوم زوي، يا اما حنا كندخلوا عليهم بواجدة شويه شي بغيو يصرفوا علينا حبسهم، ومنين ما تيلقاونا مواقدين تتقلب لنا بالعيب، هذا عاود ثاني انتما كتشوفوا في السيفي خرج وجا وحبست الحلال والعالم مشغل انا وياه، ومنين طاح تبعوه طير صيفط له دير هادي من هنا من له
عاوتاني خارج خدامين، يعني ديك اللعبه ديال نموت معاك نهار وقع المشكل وطحت وكذا، وهادي على مشاكل كي دايره، شو على مشاكل كي دايره يا ابن عمي. ثانيه حسابات خاويه، ودائما كيبغي يبرك عليا انا، ما نزيد ما نزيدش نقول لك شتك في العشرة، دايما كيبغي يبكي هو وكدا، وحنا ما كنا كنلعبو ديال اللواء في المحافي هانية، خلي شي لعيبة يجي يصوت فيها بحال اللي غير هو اللي كاين، ما عيطو غير بوحدو، دماغو غير هو، تكون مخبع شي تلاتة الكوينات ديال الجوانة تكميو في تالي اللي الكوين سقط الراس، يجي القاصات في واحد كميتو إياك الرجل الزين. سقراط صيفط لنا الوكيل وانت مصيفطك شاكيرة، احنا جايين الحبس في الصافيت وانت جاي في موتور الشينوا، المرض والله الا المرض بالله، جات لي هاد لا كلاس، جات لي هاد لا كلاس، ايوا كي العادة كدا هادي طراق طراق طريف كيكا دوز الليلة عادي بليسي عشيري كدا تنسى ولا دوك العشاور عادي الطلاق صافي المغرب تمشي بيها على راسي هنا صافي كروا كروا داز داك الليلة نط في الصباح، نط في الصباح قبل لابيل دخلت رفعت دويشة كده عادي طرق طرق، جبت حويجاتي لبسو تلقى الصندالة والحوايج مضروبين بالخطوط اخوتي، يلا صافي ما بقى فيهم ميت تلبس، الصندالة فردة والتيشورت والشورت مضروبين ضربة 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 بالخطوط، حيت غير كنشوف صدمت دار بدماغي بحسابها خارج بحويجات جداد جيبها الشيبانية وهادي وكدا، صباح دلا كلاس يبان فرحانة يخرج السيفيل وكدا وهادي كتسرع ميكا تلقى والعالم راكد بدل ما فاقوش اللابيل، صباح دلا كلاس قلقا معاهم ساعة ساعة ونص إلى طرتي انت برا، شنو عاد دير مع هاد الناس، شنو عاد دير مع هاد السيد هذا، انا راه غير لقيتهم مضروبين عرفتو هو، حيت داك لابيل انا كنعرفها بحال اللي كنتعاود معاكم عارف مخير فيهم شنو يقدر يدير، ما كانش عندي المشكل مع شي واحد في هادوك، انا عايش فهمتيني درويش دراسي صافي درويش دراسي كدا هادي طق طق ما على باليش بأدي حد، اللي بغاو يرغويني رغويتهم زلقتهم مشاو، عيجي لما يدخل من برا ويدخل ويقف طعام ويزيد الله تسفيه كبل لي ناعس بلاص، جلس كميتو ديال الرول الاول الثاني تقعد وتقعد لابيل تقعد لابيل، هو يقول لي داك الدريري اللي واقف قال لي عاد السلامة اخاي موكلي، قلت راه ما فيها السلامة اخاي، رحنا مع هاد الكفارة هادو ما كاين مالك، قلت له انت اخاي هاك شوف مالك داك حوايج الصندالة كاع كلشي فايق اللي كيتلت شي رول وحبس يديه اللي كلشي ومباد في بلاصتو، غير راسو باقي ناعس، هو ديك الساعات كني كنوقف كنطلع لداك الكتب تاني قنت وكدا غادي تلقاه كيتجمع شوف شوف لي راسو ناعس، هاد الدراري تما شكون هاد الحرامي هادو غير خصايل الحراميين هادو غير خصايل ولاد الفاعلات ولاد الدايرات ولاد كدا وبنادم والو، دابا انا ما كنهضرش غير الدراري كلشي في العالم كي انا عندي بياسات ديالي ما نلبس عادي عندي، لكن بياس جايبهم للميمان
كان جدادين باش نخرج بيهم، تقمعني وتقهرني هاد القرادي حشومة عليك. تقهرت جيت تقطع لي حوايجي دلا كلاس، تقهرت صافي. بقيت لابس واحد الحويجات كدا، قالوا لي الدراري اشنو دابا خاي سلاك مسلاك اخوتي. انا راه ما بغيت لا نسب لا نهضر لا حتى شي لعبه. علاش انا ما نشركش حمد بمحمد؟ انا لابيل كلها شرب هامه، لكن مولاد الفعله بيني وبينو السيفي هو اللي تعدى على راسه. انا قلت داك الهضره اخونا نقز من بلاصتو ما بقاش ناعس. ولا واش كدق عليا انا؟ زيني في امي، زيني في اختي، يدير بخير زي دير الحلف غيول في الحلوف ما عنده حلوف. ما عدت قلت له اخويا انا ما هضرتش معاك، ما كنت كتنقز من براسك، انا ما هضرتش معاك. انا اللي دار هاد الخساره راني عارفه، والساعه اللي نهضر معاه نهضر معاه وقت الهضره، ما دابا انا غنمشي بحالي. وقلتهم كملت على داك التيشيرت طلع الطلعه، كسر التيشيرت الطلعه تحتهم في الصلاة. جا الوالد تراه دوز لابيل، خرجت للكروه. ما تخرجش لاكلاس داك الساعات بلاتي شويش هكا تخرج لاكلاس. خرجت للكروه كداري كمل لابيل هو مشيت عندو. قلت له الوالد تهلا في راسك. قال لي صافي. قلت له غادي بحالة تاع الوالد. قال له الحمد لله السلامة. قلت له اجي نقول لك الوالد شنو كان شنو كان شنو كان. قال له عارف شكون؟ قلت له عارف كلمة ما عاد من خارج بحايش. انا خارج خارج سيف علي يجي يجروني لين نخرج. قال لي شكون؟ قلت له شكون كيشوف. خرجت لاكلاس، خرجت للباب تلقى امي مالكة. امي مالكة جايبة لي توني باش نخرج، وانا خارج عندها بحوايجي في جاتي تاع اللبس دياولي. لمس عليها هكذا قالت لي فين حوايجك؟ قلت لها امي مالكة. قلت لها ولد فلانة مالو؟ قلت لها شنو دار شنو دار أول كلام ما مشاش عاد الصباح الشق ما عرف شام انت شنو كاين، ولكن تيخرج قاعد كاين. ودي انا وياه كانت كاين ضحكه صغيره هاي زيد مسكينه تنزنا الطالات. عطتني واحد المصارف ديت واحد اللعيبات واحد اخرين. قاس عليا ولدي الله يرضي عليك غير نسى صافي الله ينجمك. هنا غدا ان شاء الله عندنا ندوزو الكومونتيرات، وغدا ان شاء الله نبدا في الكونتير ديالنا. ولكن انا في الكونتير بينت لك حبست لك هنا حد ولد حومتي وعشيري. شوف شنو وقع، قال لي ساعه ساعه كنشوف واحد بالك عشيري راه ما عشيرك ولا عيف الوقت كان مسخوط الوالدين. المهم ندوزو الكومونتيرات ديالنا اخوتي، ندوزو الكومونتيرات وما تنساوش اللايكات والكومونتيرات. خليكم معنا ولاد الميمة ما تزابيوش. يلا اخوتي دابا ندوزو لفقرة المحاضر، وغنبداو بأول محضر وبلا ما نهضر لالا فوزية الأصل الطيب. تحياتي ليلك، أحلى لحظة جو المطر والصمت في المنزل وأنا أستمع لك ابني وكأني مع موعد مع فيلم عربي مطول. لالي خدك عنا لالا فوزية، تحياتي ليلك والله يكبر بيك وكنشتاقو وطيبش عينا كومونتيرات ديالك انك توحشوك. ايمن الجرموني قالك شي ديديكاس الوالد العزيز الله يخلي ليك امي مالكة اخويا، وهالعار لما جرينا معاك ولد الميمة وفيق افيق. وتحية للميمة الصبرة ديما والوالد العزيز، ومرحبا بك الا جيتي لكازا اخويا. سيدي ايمن الله يكبر بيك والله الا امي مالكة راه تما الرجل الزين راه في كازا. الله يكبر بيك اخويا. هذا نميرة الاعتقال قالك تبارك الله عليك محتوى في المستوى، لكن هذا الجيل صعيب بزاف بزاف. كما كيفتح عين كيقلب، كما كيفتح عين كيقلب على القباحة. سر يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أحسن هضرة عايز تقول أخويا، ادعي لهم بالهداية يا الرجل الزين في الأصل الطيب. هذا نميرة الاعتقال قالك الله يشافيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما، ويسر امورك لاحسن امين يا رب العالمين يا ربي حسن الخاتمه. الله يكبر بك اخويا، شكرا بزاف على الدعوات لنا ولكل جميع المسلمين. لالا فاطمه فاطمه
قد الله يسخر لك سيدي امين حتى تشوفه في اعلى المراتب. حياك الله اخي يوسف، الله يكبر بك اختي فاطمه ويخلي لك وليداتك. يوسف القده احسن خويا يوسف، والله مرسل معك الغربه من فنلندا، نتمنى خويا ديديكاس بلاد مكناس. خويا يوسف تحياتي ليك، ديديكاس ليك وديديكاس لوليدات مكناس واحد بواحد. هذا نميرة ديال الاعتقال، قال لك طب خويا يوسف واخي زنزان راكم مفرجينا، والله يخلي لك امين. امي مالكة اسم الغالي، نفس الاسم ديال الام ديالي الله يخليها لينا، اللهم امين. الله يخلي لكم الميمه ديالكم، واللي عنده ميمته الله يخليها له، واللي مات الله يرحمها ويوسع عليها. هذا هو ميلاد الاعتقال، قالك سبحان الله وتبارك الله، انسان مقبول من عند الله. الله يكبر بك اخويا، الله يعطيك النور ويزيدك القبول. رضا مشروح خويا موكلي الحكواتي، ديما كنجيب نعاس بالحكايات القندانية تاعك. فيفا نتمنى تزيد تنحس الشباب وتنصح الشباب وتحذرهم من مصيبة الأدوية اليهودية اللي رجعت بنادم كيركب المصغار. يا سيدي رضا يا الله يدير واحد الباس من عنده، الله يهديهم الله يهديهم على عقلهم. احمد تحياتي لمحمد امين البطل الحلقه، الله يحفظه لك هو العائله الصغيره والكبيره. قول ليه انفق انفق هو تيقول ان دابا الرجل الزين. امال محمد الله يوفقك، حاجه مشرفه، الله يحفظ لك ولادك يا ربي، اللهم امين. اختي امال تحياتي لك. محمد دبليو بي السلام عليكم اخي يوسف الوالد العزيز، سير الله يسهل امورك، كنستافدو من الحلقه ديالك. الله يكبر بك سيدي محمد، وهذا هو المضمون، هادشي اللي كيفرحنا نعرفوا بان كاين الناس كيستافدو. عبد الرحيم قال لك الله يخلي لك سيدي محمد امين ويطول في عمره، اللهم امين. اخويا عبد الرحيم الله يسرك، الله يخطيكم اخوتي، وتحياتي ليكم، والى هنا تنتهي قنديلتنا. وما تطولوش علينا، وما تنساوش اللايك والكومونتيرات، واللي طلعنا لكم فريوسكم قولوا لنا خوتي باش نحبسوا هاد الشيء هذا.